جينا اليوم هنا احتفالا بهذه الجداريه اللي كانت مبادره من مؤسسه كازا ايفنتس، واللي الموضوع ديالها هو اسيا الوديع. طبعا العائله تفاعلت بشكل ايجابي مع الاقتراح ومع المبادره، لانها هي في الواقع احتفال ماشي بالشخص فقط ولكن بالقيم وبالارث يعني اللي خلاه بيناتنا، واللي بالخصوص مساله الحفاظ على الكرامه، مساله الحفاظ على حقوق الانسان، وبالخصوص مساله الحمايه ديال الاحداث اللي هما الجانحين اللي هما في مشكل مع القانون، من اجل ان يكون السجل الذين يقضونه ليس نهايه حياه بل بدايه، لانه فيها حفظ الكرامه، فيها يعني اعاده ادماج، وكاين نماذج كثيره اللي دازوا على يديها واللي اندمجوا من جديد في المجتمع واللي نجحوا في الاندماج. وطبعا هذا كيدل على اهميه يعني الحفظ ديال الذاكره ديالنا في جميع المستويات، لانه نعرف ان من لا ذاكره له لا مستقبل له، وبالتالي بهذا المعنى وبهذا المستوى نحن نحتفل بهذه المناسبه. في الرسم ديال ماما المؤنسية ركزت على العيون ديالها والابتسامة، الملامح كي كيقولوا، الوغ حيت عطات في هذه الصورة كتعطي ملامح، كتعطي واحد الإحساس ديال الأمومة والحنان، داكشي علاش عجبتني ومشيت ورسمتها. شحال استغرق هذا العمل الفني؟ هذا العمل الفني استغرق واحد أسبوع بدي تكنيك ميكس وبصباغه مائيه ولا سبراي. انت اول مره تدير هذا العمل ولا سبق لك درتي اعمال؟ ديجا كنرسم في لي فيستيفال، الوغ هادشي مداول عندي. بالنسبه لعلاش ماما اسيا وعلاش الجداريه والتيمة ديال حي العنق اللي اشتغلنا عليها في هاد الثلاث سنين الاخيره، يعني حاليا كاين واحد 30 جداريه هنا في الحي، هي المراه وتكريم المراه في جميع الصفات ديالها، وكان خصنا وجه مغربي، شي حد اللي بصح عشناه وشفناه وتعايشنا معاه، وتم الاختيار ديال يعني دي فاسون سبونتاني ديال المرحومه اسيا الوديع، وكتكريم لجميع الجهود اللي دارت تكريما للشخصيه وفي نفس الوقت تكريم العائله، كنقولوا عائله الوديع، سي صلاح، سي يوسف، يعني هي عائله اللي تتعطي بزاف الاشياء المهمه لمدينه الدار البيضاء والمغرب اون جينيرال. واش عندكم شي تنسيق مع العائله اسيا الوديع؟ طبعا كيفاش تصيبت هاد لافخيز، كان مهم انه قبل ما نبداو يعني ناخذوا الاذن باش نستطيعوا نديروها، وفي نفس الوقت كان واحد الخدمه قبل ما نخدموا مع الفنان على اش من صوره كانت كتعجبها، على الشخصيه ديالها شكون هي، ومن ثم تم الاختيار ديال الفنان اللي هو يعني امين من الفنانه اللي كيخدموا بزاف على لي ديتاي ديال العين، على الشوفه. كانت مهم انه منين ما نجيوش غير نحطوا صوره، باش تكون واحد اون ميز ان سين كي اللي بيان سور كتكرم الراحله، وفي نفس الوقت يكون واحد يعني بالنسبه للعين، بالنسبه للشوفه، بالنسبه للفخر ديالنا بهذه السيده، والفخر اللي كان عندها حتى هي كفاعله وطنيه.